إذن بالنسبة للإنجليزية في الحقيقة التقييم يعني أنا يعني نعبر على يعني على كل يعني رضائي وسعادتي بالتقييم اللي طلعت عليه لتدريس هذه المادة، وربما الأولياء قد يكون لهم رأي كذلك لابد من الإصغاء إليهم حتى الخبراء. وبالتالي ففي التقييم الثلاثي الأول نتائج حسنة وحسنة جدا، وتفاعل أبناؤنا كثيرا مع هذه المادة الجديدة في الطور الابتدائي. وبالتالي فنحن حاليا بصدد التحضير لتنصيب السنة الرابعة، لأنه شرعنا في تدريس هذه المادة في السنة الثالثة، فإن شاء الله بحلول الدخول المدرسي المقبل ستنصب برامج جديدة وكتاب جديد كذلك بالنسبة للسنة الرابعة، لكي يصير لدينا مستويين في الابتدائي باللغة الإنجليزية على أن يكتمل النصاب في الدخول 24-25، أين يكون اللغة الإنجليزية تكون اكتمل مداها وتذهب إلى 3 سنوات في التعليم الابتدائي وفق ما تقرر لهذه المادة. الكتاب تم توفيره، التأطير تم توفيره، المنهاج وكذلك حتى يعني الأساتذة كان إقبال كبير، وكانت يعني إرادة قوية في الإقبال على التكوين وعلى المشاركة في الملتقيات التكوينية والتنسيق. والحمد لله أن هذه المادة أخذت طريقا سليما وطريقا صحيح إن شاء الله الذي مآله النجاح.